خطوة مفاجئة من الاتحاد الافريقي بشأن شان الجزائر ومشاركة المغرب. بتعيين من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكافة، سيتوجه رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس افريقيا للاعبي المحليين الكاميروني سيدون بومبو الى الجزائر للحسم النهائي في مشاركة المنتخب المغربي في الشان الذي تحتضنه الجارة الشرقية. ويأتي اختيار بومبو للتوجه الى الجزائر من قبل الاتحاد الافريقي في اطار الضغط على مسؤوليها للقبول بالشرط المغربي، بالنظر الى ان الكاف تراهن على مشاركة المنتخب المغربي بالنظر للانجاز التاريخي الذي حققه اسود اطلس في مونديال قطر 2022. كما يعتبر الجهاز الكروي القاري غياب المغرب عن هذه المسابقة غير منطقية لما يتمتع به المغرب من سمعة دولية، وايضا لكون المغرب هو صاحب النسختين الاخيرتين. هذا وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد اشترطت السماح لطائرة الخطوط الملكية المغربية بالتوجه في رحلة مباشرة من الرباط الى قسطنطينة بدل التوجه لتونس ومن بعدها للجزائر. نشكركم على حسن المتابعة.